موضوع الاستمرارية بحياة الإيمان منا سهلة، مشان هيك الرب يسوع قال اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأن واسع الباب ورحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه، وما أضيق الباب وأقرب الطريق. الطريق بالسير مع الرب يسوع المسيح مش طريق سهل، بس الواحد نحن بمهرجان يحسبها صح، بده يعرف يحسبها صح، بده يعرف مين، حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. إذا أنا فعلا صار يسوع هو كنزي، وإذا أنا فعلا أخذ علاقتي مع الرب يسوع المسيح بجدية، وإذا أنا فعلا مقدر العمل اللي عمله الرب يسوع المسيح على الصليب، هيدي الطريق الصعب اللي عم نحكي عنه والطريق المكرب اللي عم نحكي عنه ما بيعود صعب. ليه؟ لأنه بيرافقه فرح حقيقي. هذا الفرح الحقيقي بيكون هو مثل الفيول، هو اللي بيعطي الطاقة لحتى نقدر نستمر بهذه الحياة. بعدين إذا الإنسان بده يختار بس الطريق السهل، ما يعني حتى تطلع بالأمور العادية بالحياة بيقلك الشيء اللي ما بتتعب فيه ما بتفرح فيه. الفلوس اللي بتيجي بالساهل بتروح بالساهل، أي شيء بيجي بالساهل بيروح بالساهل. لما أخذ الحياة مع الرب بسهولة وبتساهل فيها، معناتها أنا مش مقدر اللي عمله الرب من أجلي. إذا أنا فعلا مقدر اللي عمله الرب من أجلي، ساعتها هيدي الصعوبات، حتى نضحك على الناس ونقول إنه الحياة سهلة مع الرب، لا صحيح. وأوقات تعرف شو بقول للناس، الناس بيجوا بيقولوا لنا الحياة المسيحية صعبة، بقول لهم أنتم مش فاهمين الحياة المسيحية. اللي بده يفهم الحياة المسيحية رح يعرف إنه الحياة المسيحية مش صعبة، مستحيلة. صحيح، مش صعبة، صحيح. مستحيلة. بس هيدي الحياة المستحيلة بقدر عيشها بنعمة يسوع. يسوع قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. إذا عندي علاقة صحيحة مع يسوع، وإذا أنا مقدر هذه العلاقة مع يسوع، الروح القدس رح يسندني ورح يعطيني قوة إني أعرف كمل. فكتير من المرات بتشوف ناس بيجوا على يعني اسمه مهرجان احسبها صح. في ناس بتجي لحتى تفرح بالأخوة، في ناس بتجي لحتى تستمتع بالترنيم، في ناس بتجي تحضر مهرجان روحي، وهذا شيء جميل جدا. وفي ناس بتجي وبتاخد قرارات بتتغير بقلب المؤتمر وبترجع على البيت. بس لما نرجع نسأل حالنا سؤال، هل لقائي مع يسوع هو مرة بالسنة؟ شو بعمل بباقي الأيام؟ هذا الموضوع بيتطلب أني استمر بعلاقة حقيقية معه. وفي وسائل الرب حطها بين إيدي، من قراءة الكلمة للصلاة لتمضية وقت معه للارتباط بالكنيسة بشكل مستمر وبالمؤمنين. هذه هي الأشياء اللي بتعطينا نعمة أنه نقدر نكمل المشوار الصعب.